الحمد لله. معناتها في انا بالنسبه لي ديما مقابلات الكل، معناتها تو لي زيفيلمون سون امبورتون في الكلوب افريكا، وشايت الاقدار كونه تكون مقابلات صعيبه، هما صعيبه على الناس الكل، مش على شخص ولا على حد، صعيب على الناس الكل. ان شاء الله ربي يجيبنا في السواب فيهم. سي تو تافي نورمال كو احنا في الكلوب افريكا ماذا بينا 60,000 كلوب، معناها في ستاد ماهوش ممكن. دونك 22,000 وكيلك اللي باش يكونوا موجودين ان شاء الله متاكدين باش يكونوا باش نجموا يعوضوا حتى 100 و200,000 كان جاو توليري، معناتها متاكدين اللي كل واحد باش يكون قد 4-5 سبورتير موجودين في الستاد، وان شاء الله كيما عاودونا وما ياخذوش دروس من حتى حد ان شاء الله يكونوا معناتها هما سند رقم واحد للجمعيه ان شاء الله نهار الاحد، وان شاء الله ربي يجيبنا في السواب. اعتقد رايي نعتقد اللي ديما مقابله الدربي ما فيهاش امور النقاط وشكون الاول شكون الثاني شكون البعيد على الاخر، ما اذا تدخل اون دوزيام ليو يقعد ديما مقابله دربي يقعد انا اون جو ابار سان اون جو دو ريفاليتي قديم تاريخي في العالم الكل يصير هكا، حتى حد ما ينجم يتكهن ولا يبريفوا لو سيناريو اللي باش يصير فيه الماتش، يا اما مرات يدخل ان كلوب فافوري على الاخر اللي موش فافوري هو اللي يربح، ولا سيناريو معناتها اناتوندو ماتش نجم يتحكم فيه معناتها اون اوكازيون غاتي تحكم فيه معناتها ان كارتون تحكم فيه اللطف معناها اون بليسور ولا حاجه، سي دي ديتاي بيان سور تحكم فيه تنجم معناتها فوت اربيتراج بيان سور. ان شاء الله هذا كله ما يكونش موجود، ان شاء الله الاجدر باش يفوز، وان شاء الله نكون نعتقد اللي احنا المجموعه اللي عندنا نعتقد مجموعه طيبه اللي بيان موتيفي تعديت الناس الكل بال اونتر كيمي بخيبه الامل بعد مقابله صفاقس، خاطر نعتقد اللي بالراي العام الكل اجمع اللي النادي الافريقي يظلي سي لا ميور ايكيب كي ايفوليو صفاقس السنة، ونيتي معناتها فريمون بري معناتها من 3 بوان، الناس الكل تحسرت على ضياع النقطتين هذوكم. تعديت الحكايه هذيا ديمونش سوار مشات على روحها، لولاندي ماتان الناس الكل ركزت في الماتش اللي بعد اللي هو الدربي، وان شاء الله ربي يجيبنا في السواب، الناس الكل ساعيه باش تعادل المباراه في ظروف طيبه ومريحه وتكون معناتها اللي فاتت النادي الفريق ان شاء الله.